هذا ابو ليلى المهرهر. هلا هذا اللي حكيت لك. هلا والله وسهلا بالمهرهر. حياك الله. اهلا بالاخوه. شو وش الرخو؟ انت وش الرخو؟ هيك هو هيك. لا لا عزو الاخو الاخو. وش الاخو الاخو الاخو؟ يا هلا خلاص عطفت لك. يا هلا بالاخو. ونعم هذا على وسهلا. بس معلش لانه هو اسنانه شوي هيك عرفت. قلنا له كذا مره ركب له تقويم حتى يا ابو جان. تي المفروض يضبط الحد. معك حق. يا هلا بالرخو. خشمك 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 خشمك. ايدك وينك؟ شو انت؟ أشوف خشمك. إيه وحبيبي أب مشعل بقى اللي حكيت لك عنه. والله وصلتم على رأسي. أهلا وسهلا. هلا والله. يا هلا والله. شو طلباتكم؟ حابب يكون له مطرح رجل هون بالشام. إيه على رأس. خلي رجلك مسافر على السعودية. والله كنت رح أروح فيها. يا رب دمك علينا. دمك علينا. وليد يا وليد. يا ربي لك وليد. تعال وليد تعال. تعال حبيبي. وحسب لنا ثلاثة. جبت انت يا خاش. اهلا بجانتي والله. اهلي ولو. وصلتوا شو طلبكم؟ بدنا نجوزه لابو مشعل. بدنا نفرح فيه. بدنا هيك تلاقي لنا شي وحدة بنت حلال هيك مرتبة. جواد شو مواصفات بدك ياها؟ بدي اعرف انا مشان اعرف اخدمها. بدك ياها طويلة ولا قصيرة؟ سمية ولا نحيفة؟ شعرة ولا سمرة؟ بدك ياها شو اللي بدك ياها؟ شو اخي ابو مشعل؟ لا توخواش. شو طلبك؟ شو استبيت؟ قلي مشان اعرف صابي شو هي. ابيها ابيها يعني تكون يعني إيه فهمت عليك. انا فهمت عليك ابو ليلى. يعني هلا نحن اهم شيء تكون ادميه ومستوره وكلك نظر. يعني تكون حلوه. ايوه حلوه بالله حلوه. شو بنا ابو ليلى لسه ما لقط القنطين تبعها؟ لك شو الحكي اللي عم تحكي لك أبجانتي؟ شو ما لقط القنطين؟ نحن اللي قنطيننا بيلقون. شوف عمي، في عندي وحدة هون بالسوق طلبك ومبتغاك. بتشتغل عن ماكينة درز عرف شلون؟ وبتجيب قرشين حلوين. صدقني بتعينك هاي. تعين؟ لك شو تعينه؟ أبو ليلى لك شو تعينه؟ يا رجل ما يهم ما يهم ما يهم كل ذلك عم تقوله. بس أقدر أشوفها. والله ما بعرف. مفتاح مو معي. لا قولي شقة. والله شقة. لا ايه امتى ما بد. اذا بدك جاهزين يعني نقدر نشوفها هالحين هالحين. ايه يلا شرفوا يلا يلا. لك شو يلا ما يلا. طولوا بالكم. شبكوا هلا. بس لت الزهرة مقاز وزار بيجي وليد بيجيبها لهون. ايش هي بتجي لهون؟ لك شو انا صار ساعة من العيون ولدت ونعجل. عم نقول لك هي بتشتغل هون. خير ان شاء الله.